السلام عليكم حبايبي، كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. وكاملين بكم، معكم ايمان الياس، الياس زوج ديالي ايمان 19 سنه، اللي كنا تعرفنا في 2016 في شهر 12. ومهم من بعد ما حاربنا المرض ديال رجلو وبزاف ديال الحاجات، صافي في شهر 6 كان 2019 جا للدار ديالنا، تقدم للدار ديالنا خطبني. ومهم دازت بضع اشهر، ودابا بان بلي غيكون عندنا العرس ان شاء الله في شهر 2 في 15. لعيكم مشرفين على مجموعه ديال الناس اللي قالوا دخلوا في هذا العرس، وغادي يكون ان شاء الله العرس في كازا 15 فبراير ان شاء الله يا ربي. واي واحد كيحلم ان تا هو يعمل العرس ويكون هذاك، فمع ذلك حنا ما كانتش عندنا الفكره ديال العرس ان حنا نعملوا العرس مع المهم مداس شويه ضعيفه، وهذيك الانسان كيمشي على حساب جيمو. الحمد لله جات للناس اللي عازم لك العرس، فقلنا نتوكلوا على الله بلي غادي يكونوا حاضرين فنانين كبار، وان شاء الله يا ربي كل شيء غادي يكون بخير وعلى خير، وغادي يكون كل شيء في احسن الاحوال. وكيف ما كتعرفوا الزوجه ديالي ايمان اللي ضحات وقصات معايا من طبيعه الحال من بعد الوالدين ديالي، انسانه صبوره طموحه، شجعتني ان باش نقطع رجلي. والحمد لله واخا انا كنت رافض هذه الفكره ان انا نقطع رجلي، حيت المجتمع اللي صراحه ما كيرحمش، ولكن يعني الانسان بلا رجلو راه ما غاديش يخدم، الانسان اللي بلا رجلو راه ما غاديش يوفر له بزاف د الحاجات، ما غادي يكون له حتى شي حاجه، انسان ما عندوش رجلو. في الحمد لله هذا كيبقى القدر الله سبحانه وتعالى، والخير فيما اختاره الله، واللي بغى ربي اللي بغى ربي الحبيب هو اللي غادي يكون، وحنا عايشين من القدره الالهيه والحمد لله على كل شيء، ونتمنى من الله كل شيء يجوز بخير وعلى خير. والحمد لله بغيت نقول عاوت بلي كلشي كيدوز بالصبر. صراحه حنا من بعد دابا غير 4 سنين كنا شنو كنا، انا كنت كنقرا، الياس كان جالس في الدار كيحارب مرض مع رجلو، صافي بحال ما كاين حتى حاجه. شكون قال اننا ربي يحب يجمعنا في الحلال؟ شكون قال بلي غنعدوا العرس؟ ما كناش اصلا كنتصوروا في الاحلام ديالنا وبزاف ديال الحاجات، ولكن كلشي جا باذن الله الحمد لله. ومني دخلوا الناس محسنين صراحه، وكان من هذا المنبر كنشكرهم بزاف بزاف بزاف، وكنبغي نقول لهم باللي عملتوا الخير وربي يحب يجازيكم. ومهم كما قلنا لكم قبل، راه العرس ديالنا غيكون ان شاء الله في كازا 15 في جوج ان شاء الله. وكنبغي صراحه ما كرهتش يعني بعض الفنانين يجيو، المهم الا شافت فيديو كنقول لك شخصيا مرحبا بك العرس ديالنا، وغنكونوا فرحانين بزاف غير الا عليت عيني انا وجبرتكم، هذيك هي الدنيا وما فيها. وشكرا بزاف حيت تقدروا توقفوا معنا معنويا، غير نشوفوكم بعدا واقفين معنا باش نعرفوا راسنا باللي شويه الحمد لله. والباب ديالنا مفتوح للجميع، اللي بغى يحضر في العرس اهلا والف مرحبا، على الراس والعين، غادي يحسن الشرف ان فنانه او غير فنانه يكونوا حاضرين معنا، فهذا شرف لنا، وغادي نطلعوا بينا الصراحه. ومرحبا والف مرحبا، الباب ديالنا مفتوح من 15 فبراير ان شاء الله في كازا، غادي يكون عرس ديالنا انا وايمان اللي غادي نفرحوا فيه بزاف. كيف ما كيقولوا غادي يدخل القفص الذهبي، والحمد لله، ونتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير. مرحبا والف مرحبا. لا صراحه حيت اصلا هو يعني ساكن في الحومه ديالنا، مثلا ماما حيت كتعرفوا كانت ما كتعرفوش، ما كانت تقدر تقول لي علاش بنتي اختارتيه مريض ولا علاش برجلو مقطع رجلو، انت كتعرف يعني الامهات كيفكروا في السعاده ديال ولادهم الاولى. ولكن ماما العكس، ماما هي اللي زادت شجعتني، قالت لي الياس راه ولد الناس وراه واخا يعني فيه نقص، صراحه انا ما كنشوفش داك النقص صراحه، ما كنشوفوش، وهي اللي كتزيد تشجعني وكتقول لي بنتي راه يعني هو راجل على اللي عنده صحته كامله، وهذا وراه يقدر يعيشك واخا لا شيء، واخا بلا درهم راه يقدر يعيشك الحمد لله. وبالنسبه للعائله صراحه ما لقيت حتى اعتراض، وانا قابله عليه كيف ما كان، يا برجلو يا بلا رجلو، حيت انا اصلا بغيتو هيدا. بيخليك لي.